بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج توب 5. مساء الخميس السعيد، مساء الراحة والطمأنينة لكل اللي عم بيشوفونا هلأ من وين ما كنتوا عم بتشوفونا. رح أحكي لكم فكرة صغيرة عن البرنامج. أول فقرة اللي هي فقرة توب 5 سباق الأناشيد، رح يكون معنا كل أسبوع 5 كليبات، رح تصوت للنجم اللي المفضل عندك، وطبعا الكليب الفائز رح نعمل سحب على اللي صوته، والفائز معنا رح يكون ب$100 هي جائزته. طبعا رح احكي لكم انه اول اشي ممكن تتواصلوا معنا عبر الارقام الظاهرة على الشاشة، كمان شوي رح نطلع لكم هاي الارقام، وممكن تتواصلوا معنا كمان عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام وتويتر. طبعا اليوم كان رح يكون معنا ضيفة بس صار معها ظرف بس ما قدرت تيجي، بس ان شاء الله انها رح تكون معنا الخميس الجاي، رح تكون النجمة الامورة لين الصعيدي. هلا رح نطلع لكم صورة لين الصعيدي. هلأ رح نطلع لكم على الشاشة صورة الأرقام عشان تتواصلوا معنا. هلأ زين 00964781655033، آسيا سيل 00964770494699، ورقم الفايبر 00964775228888. وبتقدروا كمان تتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي هلا رح افرجيكم اياها بفيديو صغير. ورجعنا لكم حبايبي ومنستمر معكم بفقرة سباق الأناشيد. طبعا زي ما بحكي لكم كل أسبوع رح يكون معنا 5 كليبات رح تصوتوا عليهم، والكليب اللي رح يفوز معنا رح نعمل تصويت على اللي صوتوا له، الناس اللي صوتوا له، والفائز معنا رح يفوز معنا ب$100 أمريكي. طبعا هلا رح نحكي لكم الكليبات اللي معنا لهالأسبوع. أول إشي كليب وحشنا للفنان ماهر زين، رح نشوف الكليب ونرجع لكم. رجعنا لكم حبايبنا الحلوين. طبعا الكليب كان من اخراج لينا كان والحان سيف فاضل. طبعا حبايبنا بذكركم بفقره الفقره الاولى اللي هي سباق الاناشيد، ولازم تصوتوا للنجم اللي بتحبوه تدعموه من خلال كليبه. هلا عرضنا لكم ال5 كليبات اللي داخله معنا لسباق هذا الاسبوع. طبعا هلا بدنا ندخل بالفقره الثانيه وهي الاتصالات. معنا اول اتصال لليوم، بنقول السلام عليكم. ألو مين معنا؟ يا أهلا. أهلا مين معنا؟ معنا اتصال جديد، بنقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، مين معنا؟ أنا نبأ من العراق. أهلا يا نبأ، شلونك أمولة؟ الحمد لله تمام، شلونك انتي؟ نقطع الاتصال، معنا اتصال جديد. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه الو مين معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي مين معنا؟ الو مرحبا، انا هبه. مين انتي؟ اهلا يا هبه. وعليكم السلام، كيف حالك يا هدى؟ انا هدى من النجف. اهلا واهلا وسهلا فيك وباهل النجف كلهم. احنا معك يا هدى، تفضلي تفضلي حبيبتي. حبيبتي هدى، وانا كمان كتير بحبك ونور نورك.
تحبي توجهي تحية لحدا أو نسمعك أنشودة معينة؟ معنا كمان اتصال، نقول السلام عليكم. اسمعونا من التلفزيون وما تسمعونا من التليفون. اسمعونا من التليفون وما تسمعونا من التلفزيون. السلام عليكم. وعليكم السلام، مين معنا؟ كيفك أمي؟ الحمد لله تمام، كيفك أنتي؟ الحمد لله، معك رفيدة من الجزائر. أهلا يا نسيبة وأهلا وسهلا فيك وبكل أهل الجزائر. رفيدة يا أمولي. آسفة، أهلا يا رفيدة. أمولي تفضلي حبيبتي. حبيبتي منورة ما شاء الله، مبدعة. تسلمي حبيبتي، تسلمي يا رفيدة كتير، هاد نورك والله. أمولي تفضلي حبيبتي. أمولي تفضلي حبيبتي. إلاف وجوري مهوات من الجزائر بيسلموا عليك وبيحبوك كتير كتير. وأنا كمان بحب أهل الجزائر كتير كتير وتحية. تسلمي يا روحي، والله بنحبك. وأنا كمان ما شاء الله. تسلمي حبيبتي، وأنا كمان والله بحبكم كلكم. الحمد لله، يا الله يسلمك إن شاء الله. وش راكي أمولة؟ الحمد لله تمام، شو أخبارك أنتي؟ أمولة تفضلي يا حبيبتي. عم بسمعك. أمولة حبيبتي معك. مولي بديك توجهي تحية. تفضلي لمين؟ لخالي الكبير كرزوق كمال. بوجه له تحية كبيرة وبوجه لك انت كمان تحية كبيرة. تسلمي يا عمري، تسلمي تسلمي تسلمي، الله يخليك يا رب. الله يسلمك حبيبتي، يسلموا كتير لاتصالك، نورتينا باتصالك يا رفيدة ويسلموا لكلامك الحلو. معانا اتصال جديد، بنقول الو مرحبا. مين معنا؟ مين؟ شمس أمولي. أهلا حبيبتي، مين معنا؟ أنت تسمعيني؟ أنا مش عم بسمع، ممكن تعلي صوتك شوي؟ الاتصال شوي بيقطع، بناخذ اتصال جديد، بنقول السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، من معنا؟ كانت أمولة، أنا صابرين يعني كثير كثير بحبك. وأنا كمان كثير بحبك يا صابرين. من وين العراق عم بتكلمينا؟ أنا حبيت وين أمولة، شلونك من ورا الشاشة؟ الحمد لله تمام، وأنت شلونك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي انتي معنا. انا صحيحين من العراق. اهلا وسهلا فيك يا حبيبتي، بس تقدر تعلي صوتك شوي وتحكي لنا طلبك او بتحبي توجهي تحية لحدا. معنا اتصال جديد، بنقول السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. الاتصالات بتقطع على بعض عشانها كتير. السلام عليكم. يا أهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، من معنا؟ كيفك أمولة؟ الحمد لله تمام، كيفك أنت حبيبتي؟ شو أخبارك؟ الحمد لله كويسة. أنا نورت من ندرش، كيف تحبيني في الأخبار؟ الحمد لله تمام، نورتينا باتصالك. بتحبي توجهي تحية؟ بحبك كتير وأنا بحبك كتير. وأنا بحبك كتير كتير. ألو؟ معانا حدا جديد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك يا أمولة؟ الحمد لله تمام حبيبتي، كيفك أنتِ؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، احنا معك تفضلي. كيفك أمولة، كيف حالك؟ الحمد لله تمام حبيبتي، كيفك انت؟ ان شاء الله تمام الحمد لله. احنا اتصلت فيك قبل هالمره. تفضلي، ايش بتحبي تسمعك؟ أمولة بدي اسالي. تفضلي، بدك تساليني؟ انا مش عم بسمع لانه شو السلامه.
وجاني لما رحت مصير الدنيا تعلي تعلي صوتك شوي عشان ما بقطع. معنا اتصال جديد، بنقول السلام عليكم. الو، السلام عليكم. امل تفضلي حبيبتي. كيفك امول؟ الحمد لله تمام، كيفك انت؟ الحمد لله. من وين عم بتكلمينا؟ انا خديجة، كلمتك الاسبوع الماضي. تذكرتك يا خديجة، اهلا فيك حبيبتي. وفيك يا تسلمي حبيبتي. تفضلي. اختي نهى بتحبك كثير. وانا كمان بحبك كثير. تفضلي. بتقولك موفقة بالبرنامج. تسلمي حبيبتي نهى، وانا كمان بشكرك وبشكرها. بتحبي نسمعك انشودة؟ فيك توجهي لها تحية؟ اكيد بوجه تحية كبيرة لاختك نهى، وبحكي لها وانا كمان بحبك. امل. تفضلي حبيبتي. امل احنا نقطع الاتصال، معنا اتصال اخر. السلام عليكم. الاتصالات شوي مضغوطة فعم يقطعها بعض. اتصال جديد. السلام عليكم. السلام عليكم. برضو انقطع الاتصال. خلينا نقرأ هلأ شوية تعليقات من السوشيال ميديا. هلأ هون في شوية اسئلة حابة اجاوب عليهم. صدى الذكرى، امل انتي امل بجد. انا امل بجد. غادة بتحب اغاني ماهر زين. صراحة بحبها لانها حلوة كتير. دعاء يوسف، كيفك امولة؟ الحمد لله تمام. ايش اكتر بلد بتحبي تزوريها؟ في بلد انا كتير بحبها بس مش عم بزورها، اللي هي يافا. انا من فلسطين، من يافا، فولا مرة رحت على يافا، معني رحت على فلسطين، بس ان شاء الله اني راح اروح. المبتسمة دائما، ان شاء الله الله يديم عليك الابتسامة. كيفك؟ وصلي تحية لسجو، بحبك وبحبها. تسلمي حبيبتي، وانا كمان بحبك، واكيد رح يوصل سلامك لسجو. روائع الزهور، امول شلونك؟ امول شكد تحبين العراق؟ وكمان انا بحب العراق قد ما فيها ناس، وكثير بحبها كمان. برضو روائع الزهور، أمولة وجهي لي تحية، وانا احب تشهوايا، والله يوفقك وادعي لي سعادتك وصال. يسلموا يا وصال، وانا كمان بحبك كثير، وان شاء الله الله يوفقك بحياتك. طيف الخيال، شو اكثر انشوده بتحبيها لسارة المنيع؟ ما شاء الله كل انشودها حلوه، بس يمكن انشوده جدي جدي هي اكثر اشي. برضو طيف الخيال، شو اكثر انشوده بتحبيها لبشرى عواد؟ برضو ما شاء الله كل انشودها حلوه، بس يمكن اكثر انشوده بحبها الها اللي هي حكايه بشرى، او هي حكايه بشرى. طيف الخيال برضو، مولا وجه لك تحيه، انا بحبك وبوجه لك تحيه كبيره. برضو عنا سؤال ويا كرميش، لولي ايش اكثر بلد نفسك تشوفيها؟ نفسها هي يافا من فلسطين. اخذنا شوية تعليقات من السوشيال ميديا، وهلأ رح نشوف شوية صور وصلتنا عبر صفحة الفيسبوك، او فيديوهات وصلتنا عبر صفحة الفيسبوك. توب 5 رح نشوفهم مع بعض ونرجع لكم. حبايبنا الحلوين، من بعد ما شفنا هالفيديوهات الحلوة، ويسلموا للبنوت اللي عملت آخر فيديو. معنا اتصال جديد، بنقول السلام عليكم. السلام
السلام عليكم. يا اهلا. انا عمولي. اهلا حبيبتي. عمولي انا معك، تفضلي. نعم عمولي، انا سيد من عطيه. مين؟ اهلا عمولي. اه تفضلي. ممكن تتصل بي مباشره بالزمن عم تجيب دخاني في الجو؟ خلص ان شاء الله بنشوفك على عيني لمست امي محمد وجي مباشر او اختي في شوية. طب ايش اسم الاجهزه اللي بتطلبيها؟ الو السلام عليكم. الو عمولي. اه حبيبتي تفضلي. تمام كيفك؟ الحمد لله تمام، كيفك انت؟ ايه اختي طلبت على عيني لما سمعت من محمد يجينا وانا اطلب بالقران نحله المقوله وممكن تقولي لي اخر اخبار القوله بعد كيف توصلين وياها؟ ان شاء الله اكيد، واكيد رح نستضيف كل النجوم اللي انتم بدكم اياهم، واكيد رح نطلع لكم الاناشيد اللي طلبتوهم. معنا اتصال جديد من اول. السلام عليكم. عليكم السلام. يا اهلا. مين معنا؟ كيفك انا؟ الحمد لله تمام، وانت كيفك؟ نورة. خير الحمد لله. الحمد لله. من وين عم تحكينا وايش اسمك؟ انا ريتا. يا اهلا يا ريتا، كيف حالك يا ريتا؟ ان شاء الله تمام. الحمد لله تمام. الحمد لله وان شاء الله دائما يا رب. تفضلي بتحكي تطلب. امل بقول لك شغله. تفضلي. ايه ثالثي خلود حمد من سلطنة عمان بتكلم عليك كثير، اللي هي بنفس تاريخ ميلادك، واشتقت لك بتقول لك اذا انت ذكرتها. اكيد اتصلت في يوم عيد ميلادي وانا بتذكرها وبسلم عليها كثير لخلود حمد، ويسلموا كثير لاتصالك ريتا. بتحبي تسمعي معنا انشوده او تقدمي مشاركه او توجهي تحيه لحدا؟ طبعا بوجه تحيه لماما ولخالتي اماني كمان ولك حبيبتي، وانا كمان بوجه تحيه لمامتك ومامتي اماني، ويسلموا كثير بوجه لك تحيه كبيره يا ريتا، واهلا وسهلا فيكي ونورتينا باتصالك. بدنا نقرا كمان شويه تعليقات. عندنا هون وين الكومنت راح؟ اوكي. تقولنا دنيا امتى حكي صبايا؟ ان شاء الله رح نحدد لكم متى رح يكون حكي صبايا. نروش الخاطري امولتي بدنا اناشيدك يدخلن في التصويت، في التصويت ان شاء الله رح ندخلهم. صار الطبيعي ما هو طبيعي امولي، انا كثير كثير بحبك ويا ريت يا ريت تحققي حلمي واتكلم معك ولو مره واحده على الخاص. اكيد رح يكون في يوم عشان ادخل على الخاص واحكي معكم حبايبي. عندنا حبيبه روان امولي، انا رفيده من الجزائر، اتوقع هي اتصلت فينا قبل شوي. نحبك يا اميره الشاشه، ما شاء الله دائما منوره الله يحميكي. سؤالي ما هي اكثر ماده تحبيها في دراستك؟ يمكن اكثر ماده بحبها بدراستي هي ماده الاحياء. حبيبتي طلب منك توجهي تحية لإلى فجوري مهاوت، بوجه تحية كبيرة لإلى فجوري مهاوت. حبايبي الحلوين نروح نشوف هلأ نسمع انشودة على عيني لمحمد وديما بشار، وبنرجع لكم لا تروح بعيد، خليكم معنا. ورجعنا لكم حبايبنا الحلوين من بعد هالفاصل الصغير. بدنا نقرأ كمان شوية تعليقات. المكتفية بالله، السلام عليكم أمولة، كيفك منورة؟ تسلمي حبيبتي الحمد لله، وانت كيفك؟ في هون بنوتة بتقول وصلي سلامي لسجى حماد، ان شاء الله رح يوصل. عنا هون رسالة بتحكي لنا بنوتة انا ملاكة من الاردن، بوجه لك تحية كتير كبيرة وربنا يوفقك وبحبك كتير امولة، وتحية كبيرة لسجى حماد. تسلمي حبيبتي وانا كمان بحبك. وجدان ايهاب، شو اختبارك يوم الاحد وكيف اختباراتك اللي فاتت؟ طمنيني واشتقت لك كتير يا قلبي والله. وجدان ايهاب صحيح بدي احكي لك انه ان شاء الله رح نبلش بمشروع التحفيظ اللي انت ساعدتيني فيه، ويسلموا كثير على هذا المشروع الجميل. اختبار يوم الاحد هو رياضيات، اختبارات اللي فاتت كانت كثير منيحه الحمد لله، بس ان شاء الله تضل انه كمان الاسبوع الجاي يضلوا سهلين. وعندنا هنا
قبل ما نروح نكمل نقرا تعليقاتنا نروح ناخذ اتصال جديد بنقول يا اهلا مين معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام مين معنا؟ مين مغرب صوتك قريب مره. ممكن تعلي صوتك شوي؟ انا سميه من المغرب. يا اهلا سميه ويا اهلا بكل اهل المغرب. اهلا فيك حبيبتي، كيفك امولي؟ الحمد لله تمام حبيبتي، وانت كيفك؟ الحمد لله كويسه. بتحبي توجهي تحيه لحدا او تقدمي مشاركه او تطلبي انشوده؟ بحب اوجه لك اكبر تحيه. تسلمي حبيبتي سميه، بوجه لك تحيه لاهل العراق، تحيه كبيره. بتحبي تطلبي انشوده معنا؟ بحب اطلب انشودك. تفضلي اطلبي ايش ما بدك. انشودك الاخيره نسيت شو اسمها. اللي هي اخر المشوار. ايه اكيد رح نسمعك اياها اخر المشوار حبيبتي. يسلموا كثير لاتصالك ونورتينا. عندنا هنا حسن محمد، خلصت امتحانات ولا لسه؟ لسه ما خلصت امتحانات، لسه مطوله اسبوع وكمان يوم، ان شاء الله الله يقدرنا انه نصبر. هنا في بنوته بعثت لنا امل، صحيح سجى حماد عندك بزياره؟ ما شاء الله الاخبار صارت واصله. هلا سجى هي روحت معي من المدرسه، هي وجناح هم هلا بالبيت، بوجه لهم تحيه كبيره واحنا انبسطنا كثير. بس لسه بس اخلص حلقتي وهلا المعامل المخرج كمان بوجه لها تحيه كبيره لسجى، وبس نخلص الحلقه ان شاء الله طالعين. فعشان هيك عمو المخرج كل شوي بيحكي لي خلصي عشان تطلعي مع سجا وابصر ايش. وبوجه لها تحيه كبيره وهي عندي بزياره. وخلينا كمان نشوف الصور اللي وصلتنا على صفحه البرنامج، شوفوها معنا وبنرجع لكم، خليكم معنا.
اضحك لدنياك، تضحك معك، اضحكوا انسوا كل اشي ما عندكم، لانه العمر رح يخلص، فلازم الواحد يقضيه بالفرح والسعادة ويكون بحب الناس، والناس اكيد بحبوا. طبعا هلأ بشكر كل اللي بعتولي التصاميم الحلوة على الفيسبوك، وصراحة كتير عجبتني التصاميم. يسلموا ايديكم كلكم. عنا هون سؤال بتحكي أمولة، مين أكثر وحدة بتحبيها بكرميش؟ أدري إنك تحبي كل البنات، لكن مين أكثر وحدة عن جد والله والله إنه أنا بحبهم كلهم، يعني عن جد يعني كلهم عندي خوات، يعني كلهم خواتي، وأكثر سنين عمري قضيتها معهم، فأكيد ما رح أميز مع وحدة، كلهم بالنسبة لي نفس الشيء. معنا اتصال جديد، بنقول السلام عليكم، مين معنا؟ عليكم السلام. يا اهلا اهلا بك اموش، كيفك حبيبتي؟ الحمد لله، انت كيفك؟ الحمد لله تمام، كيفك انت؟ انا بحبك كثير كثير. وانا كمان بحبك كثير كثير. من وين عم بتكلمينا؟ انا طالعه من مصر. من مصر، اهلا وسهلا فيكي وباهل مصر كلهم. وانا كمان بحبك قوي قوي. ازيك عامله ايه؟ راح الاتصال، مع اني انا كثير كنت سعيده باللهجه المصريه لاني يمكن اكثر لهجه بعرف احكيها. ومعنا اتصال جديد، السلام عليكم. يا اهلا. اهلا، مين معنا؟ تفضلي حبيبتي. معك غالك. مين معنا؟ معك غالك، كل مرة بتكلمك. يا أهلا فيك يا حبيبتي، من وين عم بتحكينا؟ بحكي لك من ديالة. أهلا وسهلا فيكي وبأهل ديالك، من وين؟ انقطع الاتصال، بس كنت حابة اتعرف عليكي. بس اهلا وسهلا فيك يا حبيبتي، ارجع اتصلي معنا عشان نتعرف عليكي. ومعانا اتصال جديد، راح الاتصال مو مشكلة. منكمل شوية تعليقات على الفيسبوك. هنا جوان احمد، مرحبا امول، وين الضيفه؟ الضيفه ما رح تكون اليوم معنا لانه عندها ظرف، بس ان شاء الله الخميس الجاي رح تكون معنا الضيفه. زهر البنفسجيه، ما شاء الله انت حلوه جدا بالحجاب يا امل، ممكن توجهي تحيه لاسماء ومريم ومنار من مصر؟ بوجه تحيه كبيره لاسماء ومريم ومنار من مصر. وانت جيتي مصر قبل كده وايه رايك فيها؟ انا جيت مصر قبل كده وحبيتها كتير، وحبيتها باهلها وناسها الطيبين والبسطين كتير. بوجه تحية كبيرة لكل اللي بيحكونا وبيشاركونا، وكل اهل مصر اللي بنحبهم كتير، وكل اهل الوطن العربي. حبايبي اجعلوا ثقتكم بالله كبيرة، ولهلا وصلنا لنهاية حلقتنا. رح نشوفكم ان شاء الله يوم الاحد، وبتمنى لكم نهاية اسبوع سعيد، عطلة نهاية اسبوع سعيدة، وان شاء الله تكون عطلة نهاية اسبوع حلوة علي. وبنذكركم عن طريقة التصويت عبر الارقام الظاهرة اسفل الشاشة، او عبر الفيسبوك صفحة توب 5 او صفحة امل القطامي. حبايبي نستودعكم الله الذي لا تضيع معه الودائع، تصبحوا على ألف خير يا أحلى ناس.